نعلم أن المعمودية لازمة لخلاص الإنسان وغفران الخطايا، وأيضا نعلم أنه لا تغفر خطية إلا بالتوبة، فهل معنى ذلك أن شرط المعمودية الإيمان والتوبة معا؟ لو اتعمد واحد كبير يبقى لابد من شرط الإيمان والتوبة، لو واحد كبير يبقى لابد من شرط الإيمان والتوبة. لكن بالنسبة للطفل اللي عمره 40 يوم بيتعمد على إيمان والديه والتوبة، ده لسه ملحقش يخطي. فبيقول بمعنى لو تعمد إنسان وكانت له خطايا معينة ولم يتب عنها بعد، فهل بعد المعمودية تغفر له خطاياه؟ لا. إذا كان شخص كبير لا يجوز أن نعمده إلا لو كان تائبا، وإذا كان في خطايا مستمر فيها لا تجوز معموديته. وقوانين الرسل بتكتب حالات يمنع فيها المعمودية، زي مثلا إنسان بيعمل تماثيل أصنام ولا حاجة مش ممكن يعمدوه، واحدة بتشتغل في الملاهي بسيرة غير أخلاقية لا يمكن يعمدوها. فلا بد في معمودية الكبار من شرط الإيمان والتوبة، لابد.